المشير محمد حسين طنطاوي إلى قاعة السيد الاحتفالات محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوقوف والتصفيق. وقد انطلقت مشاهدينا صيحات التعبير عن الوحدة بين قوى المجتمع، وصاح بعض الحضور بأن الجيش والشعب إيد واحدة. وأرى أيضا الدكتور كمال الجنزوري والفريق سامي عنان قد دخلوا إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. السادة الحضور الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة.